النرفان. ما بيطول بالك، شو فاكريني لعبة بين ايديك انا؟ يا اخي ما حدا عم يقول لعبة، بس انت يا ابن عمي واجبت وقف جنبي ما تضارب علي. كنت تذكره من قبل لابن عمك. شفي عندك حكي مثل العالم قوله، ما عندك اسكوت احسن. عندي رأي، بدي اقول رأيي. اروح ايمه بالغزالة ما بدنا اياه. بعدين انت ابو طمزه باصرارك على الترشيح مكورتنا معك مبينه صاعد صاعد. لك انا وعدت الجماهير المحتشده برا، شو بدك يقولوا عني؟ مالي رجال؟ مالي كلمه؟ هلا تذكرت انك رجال؟ هلا ما فهمت شو يعني؟ يعني مالي حانسحب. ايه ما تلومني اذا صار لك شيء، فهمت؟ تهديد ولك افهمها مثل ما بدك. قولي شوف له شواربه. عود عود شو كتبك عود. الك علي ما ياخذ ولا صوت بالحاره. يا جماعه بدنا نساوي اجتماع نحن، اللي معنا يبقى واللي مو معنا يطلع لبرا. هاي غرفتي هاي. ماشي نعمل الاجتماع بغرفه بديع، يلي معنا يلحقنا واللي ما معنا يبقى هون. تفضل شو كتبت والحقوني كلكم تعوا. تفضل عم شنبو. تضرب انت يا شنبو، انا عصرت منك اساسا. برافو عليك برافو عليك، كثير كثير عجبتني. انت فاهمني ليش هيك عم تعمل؟ نكايا انا شو بتساوي حماتي بحب خالصة؟ عفارم عليك يا جبل ما يهزك ريح. معقول همك هاي؟ قال بدي قهوة، هلا صار بدي قهوة بس مشان ما نحضر الاجتماع. شفتي؟ شفتي كيف شكل ضب الموضة؟ ابصر شو القصة. فخار يكسر بعضهم. شو فخار يكسر بعضهم؟ جوزي فخار من الفخارات. جوزي حقي قبر قلبي. بخي من عينك. انا بس بدي افهم ابو طمزة منين طلعت براسه شغلة الترشيح هي، بس بدي اعرف. لك امي دفشته، عمي ابو طمزة ما بيطلع بايده لحاله. هلا انت لمين بدك تصوتي؟ لك انا ما بدي صوت لحدا، هويتي ما فيها ولا بخواش. انا هويتي مبخوشة بس ولا مرة رحت. ايه كانوا يبخشوا لك اياها بالبيت؟ لا كل سنة بيجي حدا بلم الهويات بيبخشوهم وبرجعوهم. يعني عم تصوتي بدون ما تعرفي؟ ايوه شو فرقت ان عرفت ولا ما عرفت؟ اصلا انا بعطيهم الهوية مستحى مشان ما يعتبوا. انا ما بعطيها لحدا، بخاف يضيعوا لي اياها. ليش طالعت الهوية اذا ضاعت؟ شغلة سهلة؟ خلاص ولا يهمك شو كاتبك، انا بخليه ينسحب غصب عنه. طيب وبلكي ما انسحب؟ لك مو على كيفه، انا عندي اساليبي الخاصة. طيب فهميني شو بدك تساوي مشان اطمن. الناس اللي كبروا براسه بنعطيهم شوية مصاري لكل واحد بينقلبوا ضده، واللي حموله براسه ببردوا له اياه. انا مستعد ادفع الف، المهم ما نخسر ولا صوت، الشغلة ممكن توقف على صوت او صوتين. شوكت بيك يعني انت شو اللي عاجبك بحارتنا؟ مستقل بحارتكم انت، فيها 200 300 الف بني ادم. انا رح ابعث لكم كم شوال رز وكم شوال سكر وكم كرتونه معلبات، وزعوها باسمي. يلا خذوا ايدكم، هلا ما شفتوا كل شيء؟ راح بحلوا ما بنعطيها لحدا، اتركن لنا. يخرب بيتك، امتى رح تتطوري على البقلاوه؟ امتى رح يضل فيك يا التخلف؟ لك يا صبايا ما بدنا خلافات بطاقم التوزيع، بكره بيرصب شوكة بيك ها؟ ايه بيرصب، المهم نحن اكلنا بقلاوه. ايه عم بطلع عم بطلع.